لسه فاتح اللايف من شوية، بيقولي بتاع كونكشن لوست سيرفر، اشتغل يعني ولا لأ؟ الو، ثاني كده هفتح تاني او ممكن اشتغل. الو، هو يكتب متأخر عن هو غالبا اشتغل يعني، هو وقف عندي بس شكله اشتغل. هما مشاكل اللايف، فيه مشاكل كتير. هو انا هبدأ اللعب وهو حط الكود بتاعي عشان تدعموني يعني، ولا يعني اعرف اطور القناة بقى ونجيب سيت اب يعني، وممكن اجيب ذا فيس كامل. فحط الكود كمان، خلاص الستيم شغال. احنا النهارده هنلعب يا ديس ران يا باركور يعني، بس غالبا هيبقى ديس ران. ديس ران. اوكي، دخلنا واحد اتفرج علينا. الو، في حد بيعمل علينا واتش دلوقتي؟ اثبت وجودك بكومنت. اوكي، اثبت وجودك بكومنت. اثبت وجودك يا جماعة بكومنت، يعني عشان تكوني صغيرة يعني، عايزين نكبر. تنسوش الكود بتاعي كده، بس 7865 يا جماعة. طبعا اهو، اظن ده بيبقى نازل معاكي بقى ناس اظن. في دي صورة النهاردة. الو الو، بتاع شغل تكت من كل حاجة. مفيش اسهل من كده يعني، مش شكل صعبة. وليه بنجي كده؟ اي بني هنا صح؟ اي اوكي، يعني مش مرحلة دي اللي اموت فيها. والله يا جماعة اللاج، وفي لي العالم الحمراء مش عارف. انا ليه بجري؟ لازم بالراحة يعني، مش اللي مش مكان اموت فيه. اوكي، طبعا يا جماعة الكود اهو اللي عايز يلعب الماب. انا واقف دلوقتي عشان تعرفوا تاخدوه كويس. استنى، هو كده باين عندكم كويس اهو، ده الكود اللي عايز يلعب الماب. مظنش حد هنا بعد ما نتاكل الموتى فيها دي. طبعا محدش يقول لي حاجة، ده احتراف. شوفوا، اوكي هي محتاجة هداوة. انا ليه متسرعة؟ ده تسرع ده. طبعا يا جماعه انا بحاول اعمل لكم فيديوهات، عشان بحاول اجيب لكم فيديوهات واسجل شويه فيديوهات كتير، عشان لو عشان المدرسه لا الدراسه قربت، فيعني انا عايز اجهز لكم فيديوهات كده ابعد انزلها في الدراسه. بيس. طبعا ده التسرع يعني،
انا بس ان شاء الله بينج يتعدل. اظن كان في بتاع هنا. اللاج ده طبعا. شكرا يعني للبينج عشان هو لاعب دور مهم في المبدأ، فعايزين نشكر البينج. شكرا جدا. طبعا البتاعة دي اظن هتبقى ابرد حاجة في المبدأ. طبعا اظن انتوا شايفين اللي بيظهر عندي يعني. ف ازاي يا ازاي؟ طيب يا جماعة بس هشوف حاجة، ممكن ينضم لنا واحد دي يكمل معانا. بس اني اشوف. لا لا لا، هو دلوقتي مش هو قفل. اوكي. والله حرام. انت اعملوا سيرفرات. اي بروح بنجي لي شويه. طيب ضبيع له. طب اوكي بالراحة. طيب بالراحة بالهداوة يعني، مش المرحلة دي اللي هتطلعنا عن العنف. المشكلة اصلا كنت معدي المرحلة دي، وكنت معدي اللي بعدها واللي بعدها، وبعدها الستريم باظ، حصل فيه مشكلة. فانا عملت واحد تاني يعني. فالمراحل دي انا معديها. فالمشكلة تبقى وحشة قوي لو انت بتكون عديتها مش عارف تعديها تاني. بس البينج كان افضل من كده، يمكن عشان الستريم باظ مثلا. كنت احسن. ما اعرفش في مشكلة يعني. اوكي يا اخي مش كده يا اخي، مش كده، مش كده. اوكي طب ازاي؟ ايه ما سست ده ولا ايه؟ والله حرام يعني، ما ينفعش راجل غش يعني. طب انا جت لي فكرة، لو عرفت تغش اصلا ده الغش اصعب منها اصلا. دي سهلة مش هقف فيها ولا بوظ عشان كده اتأكد من اللايف. لا لسه شغال. جماعة ادعوا لي، جماعة ادعوا لي، جماعة يلا يلا. انا بفكر اطلع والله، راح اكمل كرييتيف بقى، العب بوكس فايت، اي حاجة من هذه. انا مالي انا بالديس ران، انا مالي انا بالديس ران. يلا التالتة تبطة. هي اصلا مش التالتة،
وقت بيضيع كده. اطلع طيب ولا لا؟ لا انا طالع بجد اللعبة مش مستفزة. اوكي طبعا انا كنت عايزة افتح بس افتح في بس في التويتش العب عليه جي تي ايه، بس طبعا في مشاكل الحسابات ان مينفعش بس من على حسابين بنفس الحساب بتاع التويتش، فان شاء الله الاقي حل افتح حساب تاني بقى يبقى التويتش لجي تي ايه بقى، او اضطر اشتغل بالتويتش على الحساب ده بس يعني افتح جي تي ايه هنا. بس طبعا انا كنت مجمع حاجات كتيرة في الحساب التاني. صح ده خش لأي حد يمكن يكون فاتحين ويكس فايت ولا حد. ياريت يا جماعة تروحوا تشوفوا الفيديوهات القديمة. ما تنسيش تحط الكود كيلر 7865 او كيلر 7865 ست ايه ده كيلر 7865 بليز بوت ذا كود. بلعب في اني ماب واضح عشان انا بلعب في وقت ما فيهوش ناس كتيرة يعني لما بيلعبوا يعني بلعب في وقت مش مناسب اصلا. مش عارف هو بيلعب فين صراحة. اني ايلاند مع احمد بيلعب في اني ايلاند. لا هو ليه طيب في ايه امال فين لو مش هنا تبقى ايه؟ يمكن نروح الناحية. ممكن مثلا هنا خلينا نشوف. لا بينج عالي قوي هو انا اصلا هطلع مش ما هو كده معلش شغلي الستريم ده هيبقى بورينج شوية عشان يعني مش زي ستريم تويتش كده حاجة. انا شكلي هخش دي وهخش دي. كنا في اللي كنت عامل لايف من شويه كده، لا مش من شويه يعني بقى ساعتين كده لفورتنايت كنا كسبين جيم دي، بس كنت داخل سولو دي بس يعني. روح تابعوني يا جماعه على التويتش اسمي مو ام او اندرسكور جنتل جي اي ان تي ال اي. روحوا تابعوني. اسكت خطيبي خطيب الاسكان ده
ريتن وطبعا يا جماعه المفيد بوعدي هو فورتنايت. المشكله لا مش مشكله لا ما عنديش فيها بس من بلاي ستيشن 4 او بي سي. المشكله اللي انا كنتش بعرف اعمل ستريم يعني بس يعني راح فين ده يعني. زي ما قلت لكم انا مبتدئ جدا في كل حاجه في الايديت في كل حاجه يعني. بس ان شاء الله مش عايز انا عايز بيك اكس. اضرب ابلع 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 كما تجين تدان. اوكي شكله صاحبه في ايه داخل كده بقوة داخل بهمة. لا لا لم افعل شيئا يضرك سيدي ايه تعال حبي. يا حرامي كم مش حرام ده سرق كليتي يا نوب يا نوب اديله حرام الكلم من التاني. لا عادي كل كلمة يعني كمان فنش عليا يعني سرق مني سرق الكلية لا وده راح موتني ده وفنش عليا يعني. هقول ايه طب مساعدة ممكن مثلا عارفك عينك على البومب الاخضر يلا مش كده. طب اتخذ تكتيكال يا والله سيدي التكتيكال احسن من البومب اصلا. طب الكارد يعني خطتك ايه؟ مش عارف افتح الماب مش راضي افتح الماب مش قادر افتح الماب ليه؟ الماب ما عايز اسألكوا في سؤال. هو ممكن اعمل لايف على الفيسبوك عشان صراحة مش عارف لايف كده وانا بلعب بس يعني ازاي مش عارف على البلاي ستيشن. ويت يا جماعه اي حد يعرف معلومه يبقى يقولها يعني ما تخلوش علينا. وقولنا كده لو عايزين نبقى نعمل مقدمه للفيديوهات عشان انا ضايع في كل حاجه يعني حتى البريمير ما بعرفش اعمل بريمير للفيديو بننزل يعني. فانا مبتدئ في كل حاجه يا حظي محظوظ للغاية. فين الواد ده؟ مش ايه ده؟ مش كده ده موت هجيبك بالبيستول يا جدعان. شكرا لردة فعلكم الجميلة دي. اهدى شوية معاك كام تراب انت؟ كمان بتعذب فيا وانا معايا بيستول. شكرا لاخلاقك الحميده.
شكرا لأخلاقك الحميدة. يعني كمان عامل روبوت الصحوة يعني. جماعة بقولكمش على حظي. مفيش حد اصلا بيتفرج على البث. الو اوكي معلش يا جماعه، كان جالي تايم كونكشن. الواد ده هينزل فين؟ ما تغلبنيش معاك. يا جماعة في البث مشكلة، فانا هقفله وافتحه تاني بعد اللي بخلص الجيم في اقرب فرصة دلوقتي. واللي يعرف حل المشكلة دي يبقى يقول. ما لا يعني صاحبي مات وانا بسمعه، انا مش في افضل حالتي خالص. نعم فين؟ نعم فين انت؟ فين فينك؟ فين مش كده يروح لكم فين يعني؟
البس اشتغل. انا هضطر اقفل البث واجيلكوا تاني.